الجميع يريد الحصول على جسد رياضي لكن بأقل مجهود ووقت. هذا يمثلني صراحة. هالشيء دفع بعض صناع المحتوى للتوجه إلى تقديم محتويات فيها معلومات ونصائح رياضية، وأصبح يتابعهم الكثير. نعم صحيح، وضيفنا اليوم واحد من أهم صناع المحتوى الرياضي. خلنا نرحب بصانع المحتوى أحمد مقبل. يا مرحبا بك مساري الإمارات. أهلا وسهلا. يا مرحبا يا أحمد، شرفت بك. طبعا هو قال شغلة أن أقل وقت وأقل مجهود وجسم رياضي. انا هذا اول سؤال عشان ما ازعل. هيلا مع بعض ما يمشن. هم يعني عارف، شفت انت يعني حاجتين في عكس بعض. ممكن تتحقق المعادله، ممكن تتحقق طبعا. بترجع الموضوع ده بيرجع للجيناتكس بتاعت الشخص نفسه. جميل. ومدى يعني دقته في اختيار الاكل ودقته في تمارينه والحاجات دي كلها. نعم. بس احنا كمان ادمين عامه، انت بعد اسبوع من تمرين او ان انت تمشي على لايف ستايل، او خلينا نقول على جود هابتس او على عادات كويسه، انت تبدا تلاقي تغيير. مهما كان التغيير ده حتى لو نسبي، يعني مش تغيير كبير، بس ده اسمه تغيير. نعم. وموضوع ان انت جسم مثالي من شخص للتاني مختلف، يعني ممكن هو يكون بيحب جسم الضخم، حد تاني بيحب جسم تقسم. كل واحد عنده الجسم المثالي ده اصله موضوع نسبي جدا. بالضبط. هي اهم حاجه تبقى صحتك كويسه، جود هابتس، تتمرن، عضلة القلب عندك أهم حاجة تكون شغالة كويس. جميل. ومفيش أي حاجة توقفك. والغذاء أكيد. الغذاء. يعني خلنا نقول الحين أنت كمؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي، وايدين يتابعونك، وايدين يشوفون فيديوهاتك. الحمد لله. لكن يعني خلنا نقول كيف، ليش ما يقومون بتنفيذ نصائحك اللي أنت تتطرق فيها في مواقع التواصل الاجتماعي بحذافيرها أو بالشكل الصحيح؟ هي الموضوع ده في ناس، في على فكرة في ناس شاطرة جدا بتاخد الفيديوهات اللي بنزلها وبتنفذها كأن في معاه كوتش. هو اوريدي موتيفيتد، هو اوريدي عنده الديسيبلين، هو بيتمرن فمش محتاج، وبيقدر يعمل ريسيرش ويقدر يطلع المعلومات. وفي ناس ما عندهاش الامكانيات دي، يعني في ناس بتشوف الفيديو بتتحمس وهي قاعده تتفرج على الفيديو، تلاقيه سخن، قال انا هنزل من بكره، ينزل يومين ممكن يلعب غلط، ممكن ما يكملش. فالموضوع ده برضو بيرجع من شخص للتاني. بس انا من ناحيتي بفضل انزل وافضل احاول افيد الناس على قد ما اقدر. جميل. وبشوف انا يعني بشوف حتى ردود الناس. انا في ناس بلاقيها بعتالي صور قبل وبعد، وهم قالوا لي ان هم يعني مشوا على البرامج اللي انا عاملها من غير ما يعني ما اتكلم معاهم. في يعني في ناس شاطره فعلا. عفوا ثمر بقطعك، انا دائما اقول مقوله انك تبدا اليوم، اخص للناس اللي يسيرون الجيم يومين ويقطعون. انا دوم اقول مقوله يا ثمر ويا احمد. نعم. انك تبدا اليوم احسن ما تبدا بعد شهر، خاصه بموضوع التمرين. الله ينور عليك والله. صح؟ هي دي احسن من بعد شهر او شهرين او ثلاثه مشاهدينا، لان لعبه الرياضه او كمال الاجسام او بناء الاجسام هي لعبه صبر في النهايه، تعلمك الصبر وتعلمك كيف انت تحافظ على هذا الجسم 100%. نعم. بالفعل. طبعا. فانت تصير الجيم وما تتمرن فهذا غلط كبير. أكثر هاشتاج بستخدمه ستارت ناو. بالضبط. اصل اول هيقول لك هبدا بكره، ده يعني انا ببص له بقول له طيب خلاص. انا اسئلتي كلمني. قلت اليوم لك كثير، لكن انا ممكن في ناس كثير تسال في هذا الموضوع، وانا من احد الاصدقاء كان يكلمني عن الموضوع قبل فتره. هو يلعب دائما كارديو واشياء نفس كذا لانه ينقص الوزن، ويقول لك في فرق بين انقاص الوزن وبناء العضلات. هل الكارديو هو اهم شيء لانقاص الوزن، وعلى قولتهم تمارين المقاومه هي الاهم لبناء العضلات، كيف الموضوع؟ طيب، هي كومبينيشن كله مع بعضه نقدر اقدر اقول لك. بس انت في معلومه مهمه جدا، هي انت ممكن تخسر دهون وممكن تخسر عضلات. نعم. صح. هي الفكره ازاي اخسر دهون بس. فهو الموضوع ده بقى يعني لو عايز احكي لكم طبعا، خلينا نقول انت ازاي بتخسر دهون او ازاي بتنقص وزن. ازاي؟ لما بتحرق كالوريز. صح. حلو. نعم. فانت جسمك اول حاجه بيعملها بيحرق الدم. يا دم فين مصدر طاقه عندك؟ ايه مصادر الطاقه؟ السكر اللي هو الجلوكوز موجود في الدم. اول حاجه جسمك بيحرقها، حرق اللي هو محتاجه على حسب المجهود اللي انت بتعمله. يعني انت لو بتتمرن هيبقى محتاج انه يحرق كميه سكر اعلى او كميه جلوكوز اعلى. نعم. ولما جسمك يكون في الدم عنده كمية سكر كتيرة، جسمك بيروح مشغل حاجة اسمها الأنسولين. طبعا أغلب الناس بتبقى فاكرة أن الأنسولين ده بيكسر السكر، أو يعني أنا شفت معلومات كتير عن الأنسولين. بس هو الأنسولين حرفيا وظيفته بيعمل شوت داون، أو بيوقف كل العوامل اللي ممكن تحرق في جسمك. يعني أي حاجة ممكن تحرق كالوريز في جسمك بيوقفها لغاية لما تخلص السكر اللي في الدم. نعم. هذا الشيء يعني هذا الشيء غير صحيح انك تستخدم اشياء يعني غير طبيعيه لجسمك عشان تحرق دهون. انا بتكلم هو الانسولين عامه دي حاجه جسمك بتفرزها، يعني دي حاجه طبيعيه. يعني انت بتفضل تستخدم السكر او الجلوكوز الموجود في الدم لغايه لما يخلص. طب نفترض في سكر وجلوكوز كتير في الدم، جسمك بيخلي الانسولين يشتغل عشان يوقف الحرق في جسمك كله لغايه ما ياخد السكر اللي في الدم.
عشان نبقى في سكر في الدم، دي حاجه مش كويسه. جميل. بعد كده بيحصل ايه بقى؟ بيبقى عنده طريقين، يعني لما تخلص السكر في الدم عندك طريقين، يا اما هيروح على الفاتس، يا اما بيروح على حاجه اسمها الكولاجين ستورز اللي متخزنه في العضلات. نعم. دي الكولاجين ستورز اللي متخزنه في العضلات بتحتاج جسمك بيحتاج 20 دقيقه عشان يحولها لسورس الطاقه او مصدر طاقه. نعم. انما الدهون جسمك بيحتاج في حدود 5 ساعات عشان يحولها لسورس الطاقه. طب ازاي احنا هنا نخس؟ ازاي اخلي جسمي ياخد من الفاتس ما ياخدش من العضلات؟ نعم. دي بترجع بقى للهارت ريت. دايما لازم تخلي معدل ضربات قلبك في التمرين تحت 135، يعني حاول تظبط معدل ضربات قلبك من 125 ل 135. ليه؟ دي بيسموها كومفورت زون، يعني انت جسمك مش حاسس بثريت او بخطر ان هو محتاج الطاقه سريعه، فمش هيروح بسرعه على الكولاجين ستورز ياخد اللي في العضلات، لا، فهو مستريح بياخد اللي في الدهون الطبيعي. جميل. انما لو قعدت تعمل حاجات سريعه وهاي انتنسيتي تريننج فانت بتحرق الكولاجين ستور لان انت مش هتلاحق. جميل يا احمد. يعني الحين خلينا نبتعد شوي عن موضوع الرياضه، لا ننسى انك صانع محتوى وبلوجر. خلينا اسالك، انت تكتب سكريبت او تكتب نص، او كيف بديت، كيف دخلت مجال صناعه المحتوى وانك تكون بلوجر؟ والله انا يعني انا كنت في مصر ما مش دارس الموضوع التدريب او حاجات دي، بس كنت جسمي كويس، كنت بروح الجيم جسمي كويس، فتقريبا صحابي اعتمدوا ان انا مدرب، يعني خبير، فتلاقي تلاقي صحابي اعتمدوك، خلاص انا مدرب، وتلاقي الناس بتيجي تسالني وانا اقول طبعا ايه الكلام مش مبني على علم ولا على دراسه ولا خبرتك. فلقيت الموضوع بدا، يعني عارف انت لو انا بدأ خلاص انا بقيت كوتش وانا مش دارس يعني، فاهم؟ والمعلومات اللي بقولها الله اعلم بقى ساعتها يعني بتبقى صح ولا غلط. فقررت ان انا قلت خلاص ادام الموضوع كده وانا بحب الرياضه اوريدي فليه ما ادرسش. قعدت درست الموضوع لقيتني فعلا اي ام انترستد، وفعلا يعني اي انجوي ماي تايم وانا بدرس. فضلت بقى مكمل في دراسه الرياضه دي لغايه لما خدت الموضوع ككارير وجيت الامارات بقى ودخلت في موضوع السوشيال ميديا. ما انا في الامارات بقى على فكره اكتشفت السوشيال ميديا، لان انا جيت في الامارات ما كنتش عارف اوفق ازاي اعمل فلوس من التدريب بس، لان لسه جديد ومحدش يعرف. نعم. فاضطريت اشتغل شغلانه ثانيه وبقيت بعمل دي جنبها. فلما موضوع السوشيال ميديا بدا، يعني عارف انت في ساعه الكورونا كده تحس ان السوشيال ميديا دي بقت حاجه مختلفه، عالمنا الخاص. بدات انا من الكورونا بقى من البيت كده، ايه، قعدت اعمل فيديوهات من البيت. نعم. ولقيت الامور الحمد لله يعني ماشيه كويس، ولقيت ان انا لقيت الناس في الفتره دي قاعده ما بتعملش حاجه غير ان هي ماسكه الموبايلات، فانت لما تديهم تمارين من البيت، لان انا كنت دارس ساعتها كان الموضوع فعلا بالنسبه لي لازم اتمرن، يعني انا ما ينفعش ما اتمرنش النهارده. نعم. فاهم قصدي؟ نفسيا ببقى مش مبسوط، فمن البيت بدات اعمل الفيديوهات دي وفعلا عامل التفاعل يعني انا ما كنتش متخيل. جميل. فالحمد لله يعني. حلو انك انت دخلت عالم السوشيال ميديا، وبحكم انك انت في كمال الاجسام والرياضه فهذيلا مجالات مختلفه كل واحد في اتجاه. شو اكثر شيء واجهته صعب بانك تسوي؟ يعني الحين نحن الحين اللي صناع المحتوى بشكل عام، كاميرا، مونتاج، الدنيا، سكريبت، انت شو اللي انا بالنسبه لي انا يعني انا بحب البروسيس كلها، بس كانت مشكلتي كلها ان انا مع التدريب الشخصي ازاي هقدر يبقى عندي وقت اصنع محتوى. وانا المواضيع لما بدا يبقى عندي ناس كتيره، بدات في براندات تكلمني، البراندات دي فيها عقود، والعقود دي لازم اديهم يعني اطلع كونتنت كل فتره وفي مواعيد، فانا بدات ان انا محتاج اصور اكتر، انا بدات ابني تيم. فالموضوع بدا ان انا كنت بعمل كل حاجه لوحدي، انا وشخص صديقي يعني عايش في امريكا، بدأنا كل حاجه مع بعض، كنت انا بصور وهو ماسك السوشيال ميديا وبينزل، لغايه لما الموضوع فعلا كبر مني اضطريت اعمل تيم. يعني عملت عندي تيم حوالي اكتر من 6 اشخاص ما شاء الله تبارك، فعشان نقدر طبعا نبروديوس، وانا في الاخر انا عايز فعلا اقدم حاجه مفيده، يعني انا مش قادر يعني مش عارف اقدم الحاجه اللي هي بتمشي مثلا على الترند وبتطلع فايرال، عايز دايما احط حتى في البراندات بحاول احط دايما حاجه فيها معلومه تاب. جميل جدا. طيب خلينا نرجع لموضوع الرياضه احمد، يعني خدتنا انت من ما طلعتنا من الرياضه وطلعنا الرياضه لازم يعني سؤال ضروري اسئله، لان هذا خلينا نقول السؤال يمثل لسان حال معظم المشاهدين. العديد من الشباب او خلينا نقول حتى السيدات يدخلون الجيم اول اسبوع ثاني اسبوع ويشعرون بالملل بدون سبب، هل بالفعل ان هذا الشيء او في بعض التمارين تشعرهم بالملل وتفقدهم من الحماسه هذه اللي دخلوا فيها اول اسبوع بالجيم وثاني اسبوع خلاص يقول لك انا مليت؟ بص، كلام طبيعي، حتى اي حد فينا هتلاقيه انت جربته على نفسك، تقعد فتره بتعمل نفس الحاجه بتزهق. نعم. هي الفكره ان انت ازاي تعمل كومبينيشن تمارين وتعمل كومبينيشن بره الجيم، يعني انت مش لازم كل تمرينك في الجيم فعلا، يعني انا في حاجات بعملها في البيت
يعني عندي مجموعه تمارين انا بحب اعملها في البيت مش محتاج اروح الجيم اصلا, وفي حاجات لو انا جو حلو بطلع اعملها في اوت دور. فهي الفكره ان انت ازاي تنوع وازاي تشوف جسمك محتاج ايه, وانت في الاخر هو الهدف ايه من التمرين عندك. هل انت عايز تخش بطوله وتبقى بادي بيلدر وتبقى عضلات وماسيف, ولا انت عايز يبقى عندك هيلثي بادي وعايز تبقى بس او لايف ستايل مثلا او لايف ستايل بالفعل. فهي الموضوع ان انت ازاي تبني هابت. نعم انا في شغله ممكن صايره جديده في عالم التمارين الرياضيه اللي هو موضوع البوش بول ليجز اللي هو التمارين اللي مش ثابته. قبل كان خلاص انه اليوم تمرين بايت وصدر مثلا بكره تمرين فلا الحين صار بوش بول ليجز. شو تشوف هل هذا التمارين ده نظام من التمارين حلو بيجيب نتائج جميل وفي نفس الوقت بيوفر لك وقتك. نعم. وهو ده اللي هيعمله بس الناس اللي فعلا ما بتقدرش تروح الجيم كل يوم فاهم. بس هنرجع ونقول برضو ان انت هتفضل تعمل ويت ليفتنج بس انت بتبني عضلات مع عضلات قويه على عضله قلب ضعيفه. هي في الاخر لازم الموضوع ده بيرجع لكل واحد, هل انت هتبقى موافق على حاجه زي دي؟ انت لازم تقوي عضله القلب, لازم تبص على الكارديو لان الكارديو لا يقل اهميه عن الويت ليفتنج. نعم. عشان ابقى صريح مع الناس يعني الناس كلها اللي بتروح الجيم وبتلعب بس ويت ليفتنج, طيب انت هتفضل تقدر تدي لغايه امتى؟ هيجي لك وقت قلبك مش هيقدر يسبورت. نعم. ضخ الدم لجسمك نفسه مش هيبقى بنفس الكثافة. فانت دايما عضله قلبك دي فعلا هي اهم عضله في جسمك, يعني هي اللي بتودي لك الاكسجين والفيتامينز والبروتينات كل حاجه. جميل. طيب كابتن احمد خلنا شو يوم انت شفت الفيديوهات اللي عندك انت في فتره كورونا او في بدايتك كصانع محتوى, يوم دخلت الفيديوهات اللي عندك اعلى فيديو ياب مشاهده كم كانت؟ في حاجات عندي وصلت ل 40 مليون مثلا. 40 ما شاء الله. جميل جميل. طيب انت تحس ان السوشيال ميديا توصل رساله اكثر ام التلفزيون؟ والله الاثنين لازم يوصلوا نفس الرساله لو عايز توصلها لكل الناس, لان في ناس بتتفرج على التلفزيون بس في ناس بتقعد على السوشيال ميديا بس. جميل. يعني جمهور التلفزيون مختلف تماما عن جمهور السوشيال ميديا, وهتلاقي اللي هو اللي بيتفرج على الاثنين قله قليله في النص كده. جميل. بس في الاخر ده لي باور وده لي باور, بس جميل. الباور الاكبر دلوقتي في السوشيال ميديا. جميل. نعم. الحين يعني انت بعد تبغى تقول شيء لا, لا لا انا عندك سؤال. نعم. انت هنا هنا انا حاسس هذا كارديو ترى حصريني. انا مش عارف افلفص كارديو الحين احمد صدقني. لا هو ترى كله سؤال واحد بس انا ابغى منك اجابات سريعه عشان بعد ما انت صانع محتوى وبلوجر بعد هذه المرحله ممكن اشوفك مذيع في التلفزيون؟ والله انا اصلا ده كان يكون مثلا لك برنامج رياضي خلينا نقول او تقدم مثلا نصائح. ده اللي كنت عايز اقوله, ده فعلا كان هدف عندي من فتره. جميل. وكنت يعني مش عايز اقول اسم القناه كنت نعم بدات اعمل حلقات مع قناه. جميل. والامور ما مشيتش يعني لان هم نعم. عايزين دايما يغيروا الكوتش. جميل. يعني عايزين نعرف انت تدور. جميل ما شاء الله انت ككوتش يعني وصلت لمرحله ما شاء الله عليك وتعطي يعني. اكيد تدريبات سواء كان اونلاين او في الجيم. سنة بتدرب ما شاء الله. تمام. تبغى تسال شيء عن دايت عن هذا تفضل. لا لا انا على طول انا اسئلتي هو كان يتكلم عن موضوع تقويه عضله القلب. انا جالسين نلاحظ في الفتره اللي فاتت في شيء يسمونه جديد اللي هو كروسفيت. كثير ناس صارت تدخل على الكروسفيت. كروسفيت يجمع الاثنين, فهل انت تنصح في الناس تتوجه للكروسفيت؟ بص انا يعني هي الكروسفيت ليها ناس بتوعها. بس هو انت مش عشان تعمل الاثنين لازم من كروسفيت, انت ممكن تتمرن ويت ليفتنج وتعمل كارديو برضو في نفس اليوم. هي الفكره ان انت تمارين الكارديو هي تمارين بسيطه على فكره, هي كلها حاجات تعتمد حاجه اسمها ايروبيك بتعتمد على المجهود العالي زي الجري زي نط الحبل. تقدر تعمل حاجات الكونديشنينج, تقدر في حاجات كتيره تقدر تعملها وتعتبر كارديو على فكره. نعم. عايز تخش في كروسفيت, الكروسفيت هي ليها ناس بتوعها اصاباتها كتيره يعني اكيد ليها عيوبها ولازم تبقى فعلا بروفيشنال فيها عشان تقدر تاخد البنفيت منها. نعم. فانا لو انا هقول لك هنصح الناس اللي قاعده في البيت, انت لما تلعب ويت ليفتنج وتنفخ الفورمه اطلع على الكارديو اجري شويه نط الحبل. نعم. اطلع الهيل ستيرز. هل هذا الكارديو بشكل يومي او مثلا خلينا نقول يومين في الاسبوع؟ طب اعمله كل يوم انت هتخسر. كم مدتها خلينا نقول المده الاصح لانك انت متمرن دقيقة. ممكن قلبك يتعب اذا انت متمرن وتمرنت كارديو, هل هذا شيء سليم؟ لا قلبك يتعب ليه؟ انت بترفع الفتنس ليفل عندك, بترفع جميل الاستامين او الاندورنس عندك. فانت انت طبعا ما تلعبش لغايه لما تحس ان انت هيجي لك فاهم اختناق مثلا. انت بتلعب وترتاح, هي عارف الاندورنس او الفتنس حاجه بتزقها بتعملها ستريتش فاهم عشان تاخد اكسجين اكتر. هي الفكره انت بتتعب ازاي, انت بتقعد تشغل العضلات
بتلاقي ان العضلات محتاجه اكسجين اكتر اكتر لغايه لان انت مش قادر تديها اكسجين كفايه فتحس ان العضله تعبت. فاهم قصدي؟ فهي الموضوع ده وقتي. انت كل ما بترفع الفيتنس ليفل عندك او بترفع لياقتك البدنيه بترفع معدل الاكسجين اللي داخل العضلات بتلاقي نفسك مش يعني الناس اللي بتلعب ملاكمه مثلا دي تلاقي 20 راوند ما شاء الله طق 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 وانت لو وقفت عملت مجهود كده تلاقي ايدك بتترعش صح؟ بتحس فيه اختلاف صح؟ بتحس ان هو مش بني ادم واحنا يعني في حد مش بني ادم فينا في حاجه غلط. هي الفكره هي ما هو موضوع الفيتنس ليفل هو هو موضوع ممكن كلنا يبقى فت يعني مش محتاج كوتش ولا محتاج اكل معين. انت ممكن تكون بتاكل اكلك الطبيعي وبتعمل تمارينك وانت فت. نعم فهمت قصدي ايه؟ لكن بجسد صحي اكيد. الله ينور. اكيد الرياضه دائما ما تكون سبب انه يكون العقل سليم والجسم سليم 100% يعني ما فيش كلام. نتمنى ان الكل يتبع النصائح الرياضيه هذه. واكيد كل الشكر لك احمد مقبل صانع محتوى في مجال الرياضي ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق والصحه الدائمه يا رب. يا رب امين. الله يعطيك العافيه.